هكذا العلماء لا يريدون للامام الحجه ان يظهر اذن ما معنى توقع الفرج صباحا ومساء اذن ما معنى ان الامام الحجه يامرنا بان نكثر من الدعاء لتعجيل فرجه إذا ما معنى أن نقوم بالمرابطة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا المرابطة التمهيد والانتظار هذا يعني أن المراجع يقومون ببرنامج لمنع ظهور إمام زماننا والمشكلة أن المراجع المعاصرين وهذا واحد منهم يمدحون اولئك المراجع هذا هو واقع الشيعه هذا هو واقع النجف رجاء اعيدوا الفيديو كي تنصتوا له مره اخرى كي تعرفوا واقعكم كي تعرفوا واقع الشيعه الى اين هم ذاهبون اعيدوا عرض الفيديو أكو حكمه ذكرها السيد عليه ضحمة في التحصيل السيد البغدادي عن الشيخ محمد طه النجف محمد طه النجف كان من تلميذ كان من تلاميذ الشيخ الانصاري وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد وله اثار عجيبه وكان السيد مدحه في التحصيل مدحا عظيما يقول لما ادعى زعم احد الاشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الدعامة المطلقة، وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحسبية حذرا أن أرتد، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى أمره وقال محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم على أبنائه كان شديد الشدة شد شد حتى أنكروا على محمد طه نجم لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك قال أن الأصماء من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون ان يظهروا حجه في ضمانهم حذرا من ونقل لي بعض الخطباء الاخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمه وعمره تسعون سنه قال قرات في بعض مؤلفات السيد القزويني سيد مهد القزويني صاحب الانساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري احد الذين فاد برؤيه الامام الحجه في بعض مؤلفاته في مقدمه كتابه يدعو الا يظهر الحجه في زمانه حذرا ان يرتد هكذا العلماء الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق والطبعه طبعه مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 476 حينما وفق إبراهيم بن مهزيار للقاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الحادثة مفصلة أذهب إلى الموضع الذي أريد قراءته صاحب الأمر يقول لابراهيم ابن مهزيار من ان والده الامام الحسن العسكري قال له ما قال من جمله ما قال له واعلم امامنا الحسن العسكري يقول لولده صاحب الامر وصاحب الامر يخبر ابراهيم ابن مهزيار واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نُزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. لا أعتقد أن الكلام بحاجة إلى شرح، لكن قارنوا بين هذا المنطق وبين المنطق الذي كان يتحدث به السيد علي الحسني البغدادي. وأعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نُزع إليك مثل الطير إلى أوكارها ومراجع النجف هؤلاء الذين يقال عنهم من أنهم من أصحاب الورع والتقوى والزهد أمثال طه نجف هؤلاء لا يريدون ظهور صاحب الأمر، لا يريدون أن يلتقوا به. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 307 الحديث الثاني والثمانون بسنده عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن اصحاب القائم يقول له للامام الحجه له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضه ورايه لم تنشر منذ طويت إنها راية أمير المؤمنين التي طويت في الجمل له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، الطالقان في إيران وراية لم تنشر منذ طويت ورجال له رجال كأن قلوبهم زُبر الحديد زُبر الحديد قطع الحديد كأن قلوبهم زُبر الحديد لا يشوبها شك ليست كهؤلاء المراجع الذين يعتقدون أنهم سيرتدون إذا ما ظهر صاحب الأمر وهؤلاء هم أصحاب الكرامة والورع أما ذول الهتلية في أيامنا شنو حالهم هذه القضية موكولة إليكم هذه مجاميع السرابيت والهتلية والكلاوتشية في أيامنا ماذا سيكون موقفهم الامر واضح بينته الروايات والاحاديث من انهم سيجمعون شيعه العراق الذين هم شيعه لهم شيعه المراجع ويخرجون لقتال صاحب الامر وقبل ذلك يبايعون السفياني يبايعون قائد الجيش السفياني الذي سيصل الى النجف ويستقر في النجف بمعونه مراجع النجف سود الله وجوههم اتحدث عن زمان الظهور الشريف ورجال كان قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله اشد من الحجر هؤلاء الرجال لو حملوا على الجبال لازالوها لا يقصدون براياتهم بلده الا خربوها، بلده تحارب الامام مثلما يخرج مراجع النجف وكربلاء لقتال صاحب الامر فماذا سيصنعون له؟ لا يقصدون براياتهم بلده الا خربوها كان على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الامام يطلبون بذلك البركه ويحفون به يقونه بانفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل يبيتون قياما على اطرافهم ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار هم اطوع له للامام من الامه لسيدها بالضبط كحال طه نجف وحال مراجع النجف سود الله وجوههم هم اطوع له من الامة لسيدها كالمصابيح كان قلوبهم القناديل وهم من خشيه الله مشفقون يدعون بالشهاده ويتمنون ان يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين اذا ساروا يسير الرعب امامهم مسيره شهر يمشون الى المولى ارسالا بهم ينصر الله امام الحق هؤلاء الذين ينصرون صاحب الامر قارنوا بين هذه الاوصاف وبين هذه القمامه في النجف قارنوا هؤلاء يضحكون علينا يقولون لنا من انهم نواب لصاحب الامر والمعممون من الخطباء والوكلاء هؤلاء الثيران هؤلاء التيوس يضحكون على الشيعه يقولون لهم من ان صمام الاماني للدين والدنيا المرجعيه ولولا المرجعيه لكان الذي كان ومن ان الرابط الذي يربطنا بصاحب الامر هؤلاء اللصوص السفله هؤلاء اصحاب العقائد الضاله هؤلاء الشوافع المعتزله هم يتحدثون عن انفسهم بانفسهم وهم يتحدثون عن عقائدهم بانفسهم في كتبهم وفي دروسهم هذه التسجيلات والفيديوهات وكل شيء على أرض الواقع كل شيء على عينك يا تاجر هؤلاء هم 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 إنني أقرأ عليكم من مختصر بصائر الدرجات. الكتاب الاصل لسعد الاشعري والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء القرن الثامن الهجري من علماء الشيعه والطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه 329 هذا الحديث قرات ما قرات عليكم منه امامنا الصادق يقول ليونس بن ظبيان فلا تغرنك صلاتهم يتحدث عن مراجع الدين عن فقهاء الدين عن علماء الدين فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فانهم حمر مستنفره نذهب الى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد هكذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليونس ابن ظبيان فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فانهم حمر مستنفره حمر مستنفره هذا يعيدني الى سوره المدثر إلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة وما بعدها فما لهم عن التذكرة معرضين لماذا يعرضون عن الحق التذكرة هنا الحق إنها ولاية علي فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره ماذا يقول ائمتنا في تاويل هذه الايات وتفسيرها اقرا عليكم من الجزء الثاني من تاويل الايات الظاهره في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 736 في قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين الرواية عن إمامنا الصادق وهي طويلة تبدأ في صفحة 734 رقم الحديث السادس إمامنا الصادق يقول بصدد هذه الآية فما لهم عن التذكرة معرضين قال صلوات الله عليه يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين فما لهم عن ولاية أمير المؤمنين معرضين مثلما قال صاحب الامر يخاطب اكثر مراجع الشيعه في الرساله التي بعث بها الى الشيخ المفيد مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون فما لهم عن التذكره معرضين الصادق يقول يعني بالتذكرة ولاية امير المؤمنين وقوله كانهم حمر مستنفرة فرت من قسوره قال يعني كانهم حمر وحش حمر وحش هذا الحمار البري هذا الحمار المخطط الاسود والابيض كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد فالقسورة هو من أسماء الأسد قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا هذا كلام إمامنا الصادق وكذا أعداء آل محمد اذا سمعت بفضل ال محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق اذا ما سمعوا بذكر علي في التشهد الوسطي هو الاخير فان اصحاب العمائم في الصلاه اتحدث عن الصلاه فان اصحاب العمائم سينفرون طيع الله عظم ما هم حمير كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بالتذكرة معرضين قال يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كانهم حمر وحش فرت من الاسد حين راته وكذا اعداء ال محمد اذا سمعت بفضل ال محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق ما هو هذا الذي كان يخبرنا به السيد علي الحسن البغدادي عن نجف وكيف نفر حينما قال قائل من ان صاحب الامر سيظهر في عصره هذا هو حالهم هذا هو حال مراجع النجف في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل وحق الحسين هكذا ينفرون من حديث العطره لقد رايت هذا بعيني رايت هذا بعيني في بعض المجالس في بعض المحاضرات في قم وفي غير قم لكنني اشير الى بعض المجالس في قم كنت مشاركا فيها كنت متحدثا فيها الذين سبقوني بالحديث قالوا وقالوا أرى الجلاس لا يطرأ على حالهم شيء لكنني حينما اقف وراء الميكروفون واتحدث خصوصا حينما اوجه حديثي باتجاه البراءة وباتجاه بيان مطاعني اعداء علي وال علي او انني اصرح بلعنهم في بعض الاحيان ارى اضطرابا على وجوه المعممين غير المعممين ابدا ارى ارتياحا على وجوههم اصحاب العمائم يقومون يحوصون يغيرون من جلستهم أو يخرجون إلى خارج المجلس أو يفرقعون أصابعهم أو يغيرون اتجاه عمائمهم أو يفعلون شيئا لا يتحملون ذلك أنتم تعرفون اكو دوده دوده تبدا تشتغل وكذا حين أوردوا الروايات التي تتحدث عن مقاماتهم الغيبيه هم لا يجرؤون ان يعترضوا علي لانهم يعرفون سلاطة لساني ويعرفون قدرتي العلميه على المحاججه وعلى ذكر النصوص والمصادر ومباشره ساذهب الى القران وساذهب الى مفاتيح الجنان وسيفضحون امام الناس لكنني ارى الاذيه واضحه عليهم انا اعرف ذلك اعرف ان الدوده بدات تشتغل انها دوده المرجعيه الرشيده هذه دوده رشيده لاننا ورثناها كابرا عن كابر من مرجعيتنا الرشيده من دوده الطوسي والى يومنا هذا كانهم حمر مستنفر ما هم حمير حمير يصيبهم النفور من البراءه الواضحه ويصيبهم النفور من الولايه الواضحه والله جربت هذا عشرات المرات لا اقول مره واحده ولا مرتين في واقع اصحاب العمائم سود الله وجواهم وهذا حالهم في النجف ايضا ما هي القضيه اساسا ليست من قم الدوده نشات في النجف ومن هناك يصدرون دودة الى مختلف انحاء العالم مجانا مجانا يصدرون الدودة مجانا يسرقون أموال الشيعة ويقدمون لهم الدودة مجانا هذا هو الذي يحدث في واقعنا الشيعي تبرأوا من هذه الدودة تبرأوا يا أيها الشيعة من دودة المرجعية الرشيدة تبرأوا من هذه الدودة الصادق يقول فما لهم عن التذكره معرضين يعني بالتذكره ولايه امير المؤمنين وقوله كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره قال يعني كانهم حمر وحش فرت من الاسد حين راته وكذا اعداء ال محمد اذا سمعت بفضل ال محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق مثل ما يقول السيد علي الحسن البغدادي كذلك هم العلماء كبار العلماء هكذا ينفرون من صاحب الامر كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره الى اين نحن ذاهبون انتم انتم الذين تقولون نحن شيعه انتم المضحكه انتم انتم المسخره انتم انتم الشيعه المسخره الذين تشاهدون البرنامج اخاطبكم انتم يا ايها الشيعه المسخره الى اين نحن ذاهبون؟ نذهب الى فاصل